مشاهدينا، تربية الأطفال مهمة صعبة جدا على أي أم، فما بالكم لما يكون الطفل يمتلك احتياجات خاصة أو يكون من أصحاب الهمم. يجب بداية أن يكون في دراية تامة بالإعاقة اللي يعاني منها الطفل ومقدرة الأم على تلبية احتياجات هذا الطفل البدنية والعاطفية منها، بالإضافة للخوف الدائم على الطفل من العالم الخارجي أو أي ضرر أو مضايقة ممكن يتعرض لها. كما أن كثير من الأمهات يراودهم شعور بالذنب، ودائما يجيهم السؤال هل ما نقدمه للطفل كافي أم هناك تقصير بحقه، أو حتى يعني التعرض للانتقاد لأسلوب التربية أو ردود فعل من قبل أمهات أخريات لا يعرفن أي شيء عن المعاناة والتحديات اللي تواجهها كل أم. فخلينا نبدأ موضوعنا مشاهدينا مع أم عاشت هذه التجربة، كيف تقبلت الوضع وتحدت كل الصعاب، والإجابة مع غادة وخليل في استوديو صباح الخير يعرف الرياض. صحيح يا هاني، اليوم معانا في الاستوديو أم البطل يوسف عشان تقول لنا وتحكينا عن تجربتها الخاصة مع الاهتمام بولدها يوسف المصاب بمتلازمة داون، وكيف تقبلت هذا الموضوع من البداية وإيش المشاكل اللي تعاني منها خلال كل هذه المرحلة. سعد لنا صباحك. صباح الخير. سعيدين بوجودك معنا. أهلا أم يوسف، نورتينا. الله يحييك يا رب. يوسف في البيت وهنا في الاستديو. أيوة انتبه اليوم. شيء جميل صراحة بالنسبة لي شخصيا. طيب أم يوسف، يعني في البداية طبعا اختيار اسم يوسف، واسم يوسف طبعا من الأشياء العزيزة علي واللي دائما أنا أفتخر فيها، وهم طبعا عموما هذه الفئة هم ملائكة الأرض، احنا دائما نقول ما في عفويتهم وطيبة قلبهم. لكن كلمينا في البداية كيف تقبلتي أول ما سمعتي أنه المولود يوسف هو من فئة متلازمة الداون؟ لا أنا ما تقبلت. صحيح أنا ما تقبلت أبدا يعني، واللي مخلاني أتقبل وصلني لكم لحد الآن. وأنا فعلا ما كنت متقبلة، وطلعت في حلقة قبل كذا وتكلمت، أنا كنت مصدومة. وأنا كانت من البداية لو نبدأ من قبل، أنا أصلاً كان عندي خوف من متلازمة الداون، خوف غير مبرر أصلاً من يوم كنت بنت، يعني من قبل ما كنت بنت، ما قبل ما أتزوج وأجيب أطفال يعني. وكنت هل كنت تشوفي مثلاً أحد من العيلة أو لا؟ ما كان عندي أحد من أقاربي أبداً، بس حتى لما كنت أروح السوق أو في مجمعات أشوف متلازمة الداون، أشوف صحبة العين وكذا، كنت ألتفت على طول على الجهة الثانية. يا الله، خوف غير مبرر، أنا ماني عارفة سببه، ممكن سبحان الله يعني هو أخيرة بعدين المستقبل ما أعرف. كنت كل مره احمل اجيب طفل اقول اهم شيء ما يطلع متلازمة الداون، يا رب ما يطلع متلازمة الداون. هو طفلك الثالث الرابع والاخير الرابع. كل مره يطلع طفل سليم والحمد لله معافى. لما جاء جبت يوسف طبعا كنت تعبانه وسويت عمليه فكنت مصممه الا من نيرسري بسرعه جيبوا لي البيبي ابغى اشوفه. طبعا شايله من بالي فكره انه متلازمة الداون، لانهم قالوا لي قبل في الحمل انه مو متلازمة الداون، بس ابغى اشوف هذا الولد اللي انا جبته. كيف عرفتي؟ متى عرفتي؟ لما شفته. لما شفتيه؟ لما جابوه وشفته، فهنا كانت الصدمة. قعدتي قد ايش في هذه الصدمة؟ هي مرت علي ليله، ما يعني صعب اني انا اوصفها شعورها المها لاي احد، لانه أكيد. كان خوف قديم وغير مبرر بالنسبه لي انا كأم، كان صدمه، كان مواجهه شيء يعني معقوله انا خفت من شيء طول هالسنين اشوفه الان قدامي. كيف تعديتي هذه الصدمه يا ياسر؟ طبعا هي مرت ليله قويه جدا علي، ما احب اذكرها الحين، لكن هي كانت ليله. ثاني يوم كانت مواجهه، خلاص انا قررت ثاني يوم اني انا اصحى من النوم خلاص. يعني اخذتك يوم واحد؟ لا، هي هذه البدايه، انا لازم اواجه هذا الواقع، هو يا اهرب منه يا اواجهه يعني. وانا ما احب الهروب بطبعي. طيب. احب اواجه الاشياء. ترتيبه هو الرابع بالعائله، لكن ترتيب المحبه يوسف الحين الاول. المركز الاول يوسف. شوف انا اعرف شفتك حبوبين لطيفين صادقين، وما حد يزعل من عندهم على فكره. سبحان يعني. الله. لا طبعا صعب تزعل من طفل متلازمة الداون اصلا. فمرت مرحلة طبعا اكتئاب، مريت مرحلة بكاء، رفض الواقع، عدم حب له شكله. انت عشتي فترة من أيوة. بعدين انا في اخر 40 قررت انه انا اطلع نفسي من هذا التجربة، يعني هذا الحزن اللي انا فيه، انه انا مو انا. مين خرجك من هذه؟ انت. انا. وكيف عشتي مع المرحلة الجديدة المتفائلة؟ انا قويت نفسي بنفسي فعلا. انا يعني واجهت يوسف لوحدي، مشيت طول هالسنين مع يوسف انا لوحدي. يعني إذا في أحد له فضل علي فهو ربي فقط، الحمد لله ما في أحد له فضل. طيب. علي في هذه التجربة. عشتي لحظات ضعف بعد يوسف؟ جدا، كنت ما أرضعه، وكنت خلي يموت يمكن أرتاح ويرتاح وأموت أنا بعده وخلاص. يعني قاسية والله أم يوسف. لا كانت فترة اكتئاب، بس أنا ما كنت عارفة أن اكتئاب. هذه فترة اكتئاب. أيوة. تعدي فيها بعدين أنا خلاص. لا كنت أراعيه في عزمة، أنا تعبانة يعني كنت منهارة،
منهارة يلا أمشي. أتعالجتي من مرحلة الاكتئاب؟ رحت طبيب آخر الأربعين وتعالجت مرحلة الاكتئاب، يوم كان عمر يوسف 40 يوم بالضبط. أنا كنت في مركز الأطفال متلازمة داون، بديت مع مرحلة العلاج الطبيعي. معلش أنا عارفة أنك عشتي فترة مرة صعبة، بس أنا أبغاك تكوني كمان أمل لكل النساء. أنا أقول لك أنا في يمكن سيدة عارفة أن هي حامل، طبيعي أنه أنت تنهارين، طبيعي أنه أنت تنصدمين. أيوه. بلس أنه أنا كان عندي خوف قديم، يعني أنا كان عندي هالمشكلة، كنت كل مرة أحمل وأقول أهم شيء بيطلع متلازمة داون. إيش تنصحيهم اليوم بشكل سريع؟ وأنا كنت أنصح كثير يعني أمهات كانوا يتواصلون معي، كنت أقول أنتم بعدين راح تشوفون الخيرة هذه كيف، راح تشوفون سيف السعادة، راح تشوفون كيف الرزق راح يكون عندك، كيف أنت راح تكون أم مستمتعة بهذه الأمومة مع هذا الطفل، مو الآن بعدين راح تشوفينها. بس طيب يعني هذه احنا ام يوسف نحيي شجاعتك ونحيي صراحتك اللي انت ذكرتيها، وهي هذه اعتبرها شجاعه، ودائما ما بعد الامور هذه اللي تكون صعبه صحيح. يكون في محبه كبيره وفي الهام كبير زي ما قالت ام يوسف لكل ام، ونشكر طبعا تجربتها معنا، وتحيه حب وتقدير لكل ام عندها احد افراد عائلتها من ذوي الاعاقه، ولازم صحيح. تكون جاهزه دائما للاهتمام فيه ورعايته صحيح.